كلمة تدفعنا إلى الأمام، والماضي يخلق فينا العزيمة بحلوه ومره، ومهما انغمسنا في المشكلات يبقى الأمل موجودا بتمسكنا بما لدينا من أسباب الحياة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: الكهرباء معاناة يتوارثها اليمنيون، المحطة الكهروحرارية نصف قرن من العطاء، وعلاء روبل فنان جداريات يبحث عن التميز. تظل الحياة تدور في دائرة مستمرة لا تنتهي، فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. دشن في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثانية من المشروع الكويتي لإعادة إعمار قطاع التعليم في اليمن. المشروع يهدف لإعادة تأهيل وصيانة 52 مدرسة وستة معاهد وثمان كليات في جميع المدن اليمنية، كما يتضمن بناء مكتب للتربية والتعليم في عدن وتوفير برنامج إلكتروني لدرجات الثانوية ومولدات كهربائية لمطابع الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى طباعة كتاب نهج القراءة المبكرة وإقامة ورش متنقلة لصيانة الأثاث المدرسي. ناقش اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن الجهود الإغاثية التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في المدن المحررة من ميليشيا الإنقلابيين. الاجتماع الذي ترأسه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشركات الإنسانية أشاد بالجهود الإماراتية في دعم اليمن وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والنظافة والتعليم. في عدن تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة العروض بحور مكسر منددين بتردي الخدمات وتأخر صرف المرتبات، ودعا المحتجون الرئيس والحكومة للتواجد في عدن للإطلاع عن قرب على أوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية. مشكلة الكهرباء مشكلة تؤرق المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، ولا كهرباء لصيف 2017 ما لم تتحرك الحكومة بسرعة. لنتابع. لا حلول جذرية على ما يبدو لمشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، فمنظومة الطاقة التوليدية مهددة بالانهيار كما تقول الجهات المختصة، علاوة على أنها لا تغطي سوى 60% من احتياجات المدينة. أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن مطلع الأسبوع لم تكن كسابقتها، حيث سجلت أعلى مستوياتها في نسبة الانقطاع وصل إلى أكثر من 7 ساعات مقابل أقل من ساعة إنارة فقط، وذات الأمر تكرر خلال موسم الصيف المنصرم، ومعها تكررت الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات. لا لهم شرعية، دول مش موجودين بالأرض، يحسوا ما يعاني المواطن من ماء، من كهرباء، من غاز، من بترول، من رواتب، من دقائق تعبير عن تردي مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن. وفي الحقيقة هذا الاحتجاج سوف يستمر وسوف يتواصل حتى يستعاد كافة الحقوق المشروعة للمواطنين من رواتب ومن خدمات. أزمة الكهرباء فاقمت أيضا من معاناة المرضى وكبار السن، وامتد أثرها إلى قطاعات خدمية هامة ما تسبب في توقف عجلة الحياة. انعدام الوقود ليس وحده السبب في أزمة الكهرباء، وإن كان المتسبب الرئيس في تنامي حدتها، فمحطات توليد الطاقة هي الأخرى جزء من المشكلة نظرا لتقادم عمرها الافتراضي وافتقارها لعمليات الصيانة منذ سنوات مضت، ما جعلها غير قادرة على مواكبة المراحل المتقدمة. حاليا الذي هو في العمل أساسا توربين واحد، وهو التوربين الصيني، وبقية التوربينات لعدم توفر البخار من الغلايات واقفة، بينما هذا التوربين قمنا بعمل صيانة نصف عمرية له، ولكن بالإمكانيات المحدودة لدينا. والمشاكل، أهم المشاكل التي نواجهها هي عدم توفر قطاع الغيار. الصيانة جهود ذاتية يعني تبذل من قبل الصيانة بترقيع كل ما هو خرج عن الجاهزية، ترقيع يعني جهود ذاتية. تمر عدن حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية وخدمية في شتى المجالات منذ وقبل تحريرها من الميليشيا الإنقلابية، وعلى الرغم من تواجد الحكومة الشرعية فيها إلا أن المعاناة الحياتية للمواطن تتضاعف يوما إثر آخر دون أن يجد تفسيرا واضحا للأسباب الكامنة خلف تعطيل الحياة واختلاق الأزمات.
الأستاذ محسن سعيد مدير التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. الأيام القليلة الماضية كانت كارثية على مدينة عدن، حيث أن الكهرباء كانت تأتي تقريبا 3 ساعات فقط في اليوم في أوقات متفرقة، ما الذي حدث؟ أهلا وسهلا بكم وقناة بلغيس وجميع المشاهدين. اللي حدث أنه كل الناس تعرف أنه من شهر 9 أو من نهاية شهر 9 يعني الوقود في محافظة عدن يعني شح من شركة النفط والتزويد المحطات التوليد، وهي تشتغل في وقود الديزل ووقود المازوت بعضها، لكن وقود الديزل في الآونة الأخيرة يعني شبه انعدام، يعني اللهم بعض الأحيان يعطيك باليوم قاطرتين بعض المواقع الكبيرة والمواقع الصغيرة يعطيك من ولا يفي بالغرض المطلوب. آخر الأيام هذه انعدم كليا، يعني 5 أيام هذه اللي فاتت. المواطن يتساءل ما هو أسباب انعدام الوقود وشحه إلى هذه الدرجة ومن ثم عودته مرة أخرى؟ مشكلة الوقود أنه المؤسسة لا تدفع قيمته، وشركة النفط هي التي تغطي شراؤه. الحكومة من أول وزارة المالية كانت تغطي السداد، الآن شركة النفط هي اللي تدفع ومن السوق تدفع الوقود من التجار تشتري، يعني لذلك ادفع تحصل، ما تدفعش ما في شهود. الناس بالذات احنا كمؤسسة لا نستطيع ان نشتري وقود نتيجة لعدم دفع المواطنين للفواتير، حتى رواتبنا الان احنا هي المحافظة اللي بتدفع، يعني وضع المؤسسة صعب جدا، ولذلك يعني حملت التكاليف كلها هي شركة النفط. نعم، ماذا عن المناشدات والتقارير التي ترفع بأن شركة النفط لم يعد لديها الإمكانية لتسديد والحصول على الوقود؟ صحيح، مفروض الحكومة والدولة متمثلة بالدولة تحاول دعم شركة النفط، أما من الدخل المحلي أو من مساعدات، هو صعب إذا لم يتوفر مورد أساسي، صعب جدا. المحطات بشكل عام الموجودة في عدن، لو تحدثنا قليلا عن الآلية التي تعمل فيها هذه المحطات اليوم، وماذا عن صيانة المولدات الموجودة فيها والآلات وغيرها؟ عدن توجد فيها 3 محطات حكومية، اللي هي محطة الحسوة منذ عام 1986، محطة المنصورة كانت أول حاجة يابانية من عام 1981، الآن محطة وارسلة من عام 2006، تمت لها صيانة مؤخراً في عام 2014، وهي الذي أفادتنا في صيف 2016، وإن شاء الله تستمر معنا. الآن وصلت أخيراً، يعني بالرغم أننا تجاوزنا ساعات التشغيل 12,000 ساعة، وصلت قطع الغيار من الأخوة الإماراتيين جزاهم الله خير، عاد هم السند الوحيد لنا الآن، هم ولا ما فيش حد الآن يلبي لنا أي طلب سواء كان محلي أو غيري. أيضا محطة خور مكسر هي بس كفاءة، يعني قصدي قدرتها الاستيعابية صغيرة، وهي 10 ميجاوات مكائن جديدة و 3.5 ميجاوات من باقي محطة فرنسية عام 1974، يعني من يوم بدأت العمل. هذه الصيانات التي تحدث للمولدات هل هي كافية لاستمرار المولد فترة طويلة؟ المولد في له يعني إيش، له برنامج محدد إذا تمشي عليه بيطول عمره، إذا لم تعطيه كل شيء في وقته مثلا 12,000 ساعة تقيم الصيانة، عندك ما يوصل تغيير كذا تعمل لها تعمل كذا يمشي صح. المولدات الآن موجودة في المحطات، هل لا نزال نريدها أن يطول عمرها أكثر أم هي بحاجة إلى التغيير من الأصل؟ لا، مثلا معك محطة منصورة، محطة خور مكسر في إمكانية، وأيضا المولد الصيني في الحسوة في إمكانية أنه يرجع جديد، لا إذا عملت له العمرة الصيانة العمرية المطلوبة. لكن في بعض الأشياء مثلا عندنا رحنا الآن في مثلا المولدات الروسية لها أكثر من 27 سنة، تجاوزنا بالصيانة يعني من 100,000 ساعة بعض الأحيان، 100,000 ساعة بدون أي صيانة،
يعني محتاج تكلفة كبيرة الآن إلى أن يعود جديد. التكلفة أكبر لصيانة هذه المولدات أم لشراء مولدات جديدة؟ ونحن نحسب الصيانة على المدى البعيد، يعني مرة ومرتين وثلاث، باعتبار أن هذه المولدات قديمة، هل من الأفضل أن يتم شراء مولد جديد أصلاً؟ شوف، الصيانة العمرية ما إذا تمشي صح أنت ما تكلفك كثير، وبعدها بتمشي أنت لا مثلاً، يعني هذه المولدات لا تزال قادرة على العمل. مولدات الديزل مثلاً بين 16 سنة إلى يعني إلى 16 سنة مثلاً، حدود عمرها بتتم لها. التوربينات البخارية إلى 30 سنة 35 سنة وحالتها، بعدين الإحلال ضروري، لأن بعض الأحيان بتكون استهلاك الوقود عليك، حتى مهما عملت صيانات عمرية ولا استهلاك الوقود، التكلفة العامة، كثرة العطب، هي مكلفة أكثر من ما تجيب واحد جديد. يعني لازم الإحلال بعد عمر المعدة لما ينتهي عمرها، الإحلال أفضل من الصيانة عليها. نعم. الآن مدينة عدن، محافظة عدن، تتعرض لضغوطات بسبب الكهرباء، حيث أنه كانت مثلاً تصلها من مأرب الغازية إمدادات كهرباء، وكذلك لم تكن مضطرة أن تمد لمساحة كبيرة مثل ما هي اليوم العاصمة المؤقتة عدن، مضطرة أن تمد لكثير من المناطق، على سبيل المثال الضالع وأبين. اليوم هل هذا الوضع مناسب للمولدات الموجودة والمحطات الموجودة في عدن؟ أقول لك، عدن هي في نهاية الخط من مأرب، يعني الجهود، حتى نحن كنا نستلم 40 ميجا واصل من محطة مأرب لدعم عدن، بس نتيجة لوجودنا نحن في نهاية الخط على مسافة أكثر من 400 كيلومتر من مأرب، توصل الجهود ضعيفة جدا، يعني لازم من توليد في عدن، ولذلك تم شراء. هذا كان فيما مضى قبل ما قبل 2014 كانت بعد تم شراء طاقة في عدن، اللي هي 54 كانت في الملعب، 60 ميجا اي بي ار في شيناز وفي حجيف وشركة الاهرام وشركة الصقر، بالاضافة الى محطة الحسوة كانت في احسن حالتها، لا زالت 80 ميجا، محطة المنصورة الان اللي كانت في الملعب راحت 54 ميجا، اللي في اي بي ار راحت 60 ميجا، اللي شركه الاهرام 10، شركه الصقر 15، بالاضافه الى محطه الحسوه نتيجه لعدم الصيانه بفترات العمر، يعني تدنى وضعها الان بعض الاحيان تنزل الى 30 الى 15 ميجا بعض الايام. عدن محتاجه هذيك، عدن زادت، يعني عدن ما تنقص في احمالها وانما تزيد احمالها، يعني محتاجه على طاقه، بالاضافه زي ما كلمتك 40 ميجا كنا نستلمها من الطاقة، يعني عدن بحاجة إلى محطة توليد. نعم ضروري. لكن الوضع منذ الحرب إلى وقت قريب لم يكن بهذا السوء في انطفاءات الكهرباء والانقطاعات الكهربائية. أنا معك، لا نخلط شيء بشيء، اللي الانطفاءات الآن هذه اللي ساعة بقابل 6 ساعات أو 7 ساعات هي نتيجة لعدم المكاين الديزل، توقفت نهائيا الوقود، يعني الوقود نتيجة عدم الوقود. أنا معي 40 ميجا في شيناز اللي تعطينا الآن 35، معي شراء الطاقة جلوبال اللي في خور مكسر تعطيني 32 طفت كامل، محطة خور مكسر طفت كامل 10 ميجا، اللي حقيف قديم والحقيف طفت كامل، الملعب قد منتهي لكنه انتهى كامل، المنصورة 3 مكاين تشتغل بالديزل طفت كامل، بقيت معنا 3 مولدات في المنصورة تشتغل على المازوت، ومحطة الحسوة، محطة الحسوة أيضا بنشرد فيها غلايات بغيت 15 ميجا، يعني بقي معك إلا 48 ميجا في عدن كلها. التنسيق مع شركة النفط، هل تأتيكم أخبار بأن هذا الحال أو الكهرباء ستتحسن في خلال الأيام القادمة؟ إن شاء الله. في وعد هذه الأيام أنه 2000 طن بتوصلنا، بعد دخول باخرة خلال هذه الأيام بتكون يعني 20,000 متر مكعب، يعني بتعطينا 20 يوم هكذا وأكثر، يعني 25 يوم هكذا بيكون إن شاء الله قد صلحوا ترتيب آخر للواجي. أستاذ محسن، كمية الوقود التي تحتاجها المحطات لكي تستمر فترة طويلة، مثلا في الشهر مثلا أو خلال كم شهر، كم تحتاجون من الوقود أنتم؟ في معنا كميتين، رحنا مثلا أنا المازوت هو يعتمد على الأحمال، يعني مثلا معي المحطة صح مثلا الحسوة 60 ميجا تستهلك وقود أكثر، إذا نقصت استهلاك الوقود أقل يكون. أنا رفعنا لهم أن المازوت إذا عندي 60 ميجا بالإضافة إلى محطة المنصورة أنا أحتاج إلى 26,000 طن بالشهر مازوت. تختلف الكمية من الصيف إلى الشتاء.
على الأحمال إذا نزلت الأحمال، لأن الكل كيلو وات ساعة يمثلها كم لتر من الوقود، يعني 0.26 أو 0.24 مثلا. محط المنصورة لما أنا أشتغل في المكاين تأخذ علي 0.24 يعني 0.24% من اللتر وقود، سواء مازوت أو لتر أو قصدي أو ديزل. أفضل المازوت. نحن نشغل بعض المكاين على الديزل في المنصورة، معنا مشاكل فيها في يعني قصدي منشآت التصفية، تصفية الزيوت في بها مشاكل، ولذلك المكاين اللي في بها مشاكل تشغلها على الديزل وتأخذ 0.24. يعني في مكاين مثلا 50 ميجا اللي جاءت من الغرض الإماراتي وأيضا الملعب وأيضا خور مكسر تأخذ 0.26، وفي بعضهم 0.256 وبعضهم 0.27 أيام الوقود. هذه الكمية من الوقود هل هي متوفرة دائما؟ إلى الآن لم تكن متوفرة، وإنما وعدونا أنهم بيوفروا الكمية كاملة. طلبنا مثلا 3 قاطرات من أبو 70، يعني أكثر من 200,000 لتر، مثلا 230,000 لتر بتكون شيء نازل، لأنها تعطيك أكثر يعني 35 ميجا. مثلا الطاقة المشترعة في خور مكسر مطلوب أكثر من 210,000، محطة المنصورة أكثر من 230,000، 3 مكاين إذا اشتغلت يعني باليوم، هذا باليوم يعني بحوالي 27,000 طن بالشهر، 27,000 طن ديزل بالشهر هذا استهلاكنا. إذا كان هذا وضع الكهرباء في الشتاء والمواطن كان منتظرا من الصيف الماضي فصل الشتاء لكي يرتاح في الكهرباء، علاوة على تحسن الوضع كذلك، فما الرعب الحقيقي الذي يعاني منه المواطن في عدن هو أن يأتي الصيف والحال على ما هو عليه؟ فهل هناك وعود قادمة بأن الصيف القادم سيكون أقل حرا من الصيف الذي مضى؟ توفر الكهرباء رفعنا بالقلق الموجود أو بالخطر الموجود الذي سيأتي فيه صيف 2017. مجلس الوزراء اتخذ قرار في 29/9 وأنا من ضمن الحاضرين كنت، أنه التعجيل في مشروع بناء 150 ميجا في عدن. هذه نزلت في مناقصة في عام 2013، إلى الآن لم يتم تنفيذه. القرض شبه موجود من الأخوة الصينيين، مفروض متابعته إلى اليوم، لنا شهر و15 يوم أو 16 يوم، لم يتم شيء. وأنا أرى أنه صيف 2017 أيضا الغلايات في محطة الحسوة مع 2 توربينات في نفس اليوم اتخذ قرار أنه التعاقد مع شركة أوكرانية لتنفيذ غلايتين و2 توربينات لمواجهة الصيف 2017. إلى الآن لم يتم شيء، معناه صعب الحصول على كهرباء في عام 2017، والله يستر علينا. أستاذ محسن، هناك الكثير من الإشاعات التي تتداول عادة في وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال مسلحين اقتحموا المحطة، كذلك توفر الوقود ونفاذه بشكل فجائي. اللي اقتحموا محطة مثلا المنارة، اقتحموا محطة عبد الغوي، اقتحموا محطة هذه توزيعية يعني بالشبكة، اللي يطفوا ويلصوا يعني على بالساعة محطة هذه اللي الآن بالغزل والنسيج، هذه مشكلة فيها كانت وطردوا حتى العمال من داخل في الصعدة. ما لا تزال هذه المشكلة قائمة، يعني بعض الأحيان أصلا ما بيدوا حاجة هذا، بس اللهم بيتعدوا على الناس وضروا أنفسهم أيضا، ما بيدهم حاجة هؤلاء. أما بالنسبة للوقود صراحة أنا يعني فرصة أن نوضح كيف نستلم الوقود وكيف نصرف، لنا مخصص شهري احنا من شركة النفط اذا كانت المحطات صح. والان عدو ما فيش وقود كافي، وانما يعطونا على يعني عايش لا يموت، يعني مثلا بدل ما لك 3 قاطرات يعطوك قاطرتين، تخرج بفاتورة بسنة رقم كذا كذا بالكمية، يختموا القاطرة تصل الى عندنا المكان المرسلة اليه، مثلا كان الملعب شيناز منصورة اي مكان، في أشخاص يستلموها، واحد من قبلنا من هنا من المؤسسة، واحد من الجهة المحطة سواء كان مؤجر أو مشغل أو شيء، ومن الحراسة الحزام الأمني يشوفوا الخطومات، يفكوا الخطومات البوزية يتأكدوا منها مليانة، يتم تفريغها. تفرغ جميع القاطرات الواصلة عبر عداد مثبت في المؤسسة،
وبعضها عبر اثنين عدادات، يعني من الأول للثاني تحتسب كم كمية اللي مرت في العداد مقارنتها بالفاتورة، عفوا الاستمارة أول ما تدخل الغاطرة في المكان يتم تختيمها دخلت، بعد ما تفرغ وتفرغ كمان الحافظة لو في مثلا مع أثناء مرورها تم تسرب مثلا من الغطاء أو شيء في حافظة تكون فيها يتم تفريغها قبل الخروج، لهذا تخرج الفاتورة يعني يتم خروجها، يعني إجراءات أمنية مشددة. هذه تدخل إلى المحطة، يعني كم كمية دخلت المحطة، كم أنتجت المحطة من كهرباء من هذا الوقود، كم النسبة، هل هو ضمن الستاندر مثلا 0.26 أو زاد أو كذا في تمرك، هذا يسجل استهلاكه اليومي، استهلاكه اليومي كم استهلك ديزل يقارن مثلا بكل أسبوع، أو معنا هو يوميا يعني يطلع لنا هنا كم باقي معك ديزل، كم استهلت، كم أنتجت كهرباء، يعني كل لتر فين راح مسجل موثق باليوم وبالشهر. رسالة أخيرة تقدمونها للحكومة تناشدون فيها وضع الكهرباء وتحسين وضع الكهرباء. رحنا رفعنا لهم بالأشياء الأساسية، مثلا الآن مواجهة الصيف 2017 اللي كان مشروع أو إن شاء الله يتم، مش أنا أقطع إن شاء الله يا رب، يعني ما فيش إنه لازم 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 تكون في كهرباء في عدن. أول حاجة العاجلة اللي بيدك اللي هي صيانة القلايات في محطة الحسوة مع اثنين توربينات، بالإضافة إلى التوربين الصيني، هذا عاجل جدا، هذا أولى الأولويات إنه يتم إصلاح الأشياء البسيطة إلى أن يعود إلى طبيعته إلى 60 ميجا. قيام الصيانة العمرية في محطة المنصورة ومحطة خور مكسر مع توفر قطع الغيار اللي جاءت أخيرا مع 150 ميجا ضروري، هذه الأزمة العالية، لكن عدنا محتاجة أكثر من كذا، يعني ضروري تفكير بالمشاريع كبرى اللي زي ما محطة عمران الفحم كذا، هذا ضروري. نعم، الأستاذ محسن سعيد مدير التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا. تسلموا، الله يحفظكم. الكهرباء من أهم سمات العصر الحديث، وبدونها نكون قد حكمنا على أنفسنا بأن نصبح سجناء الماضي، ولكن الأمل لا يزال موجودا في سواعد تبني وكهرباء لا تنقطع. محطة الحسوة الكهروحرارية في عدن من أقدم المحطات في العالم، طريقة عملها وتاريخها حكايتنا لهذا الأسبوع. عشرينيات القرن الماضي شهدت عدن إنشاء أول محطة كهرباء بطاقة توليدية 3 ميجاوات لتغطية احتياجات القاعدة العسكرية للمستعمر البريطاني آنذاك. وفي العام 1982 للميلاد تم إنشاء محطة الحسوة الكهروحرارية ومحطة تحلية مياه البحر في الجهة الجنوبية لمدينة الشعب التي تبعد عن مركز العاصمة بحوالي 15 كيلومتر. النشاط الفعلي للمحطة في العام 86 للميلاد بعد 4 أعوام فقط من بدء الأعمال الإنشائية التي نفذها المشروع الروسي وفقاً للعقد المبرم حينها بين حكومتي جمهورية اليمن الديمقراطية والاتحاد السوفيتي سابقاً. المحطة أنشأت في عام 1985 كاتفاق مبرم كان مع الاتحاد السوفيتي السابق،
في بناء هذه المحطة إلى جانب مجمع التحلية الذي هو في الخلفة. وفي تلك الأيام كانت في عام 1980 قد باشرت الطاقة الكهربائية في المدينة في عدن خاصة إلى وضع يعني مأساوي، نفس الظروف التي الآن نمر فيها نحن. محطة الحسوة الكهروحرارية واحدة من المحطات الرئيسية في الشبكة الوطنية، كما يعد مجمع تحلية المياه التابع لها الأول من نوعه في اليمن، مخصص لتحلية مياه البحر. وتقدر المساحة الإجمالية لمحطة الحسوة ومجمع تحلية المياه بأكثر من 4 هكتارات، بينما تقدر المساحة المخصصة للمبنى الرئيس للغلايات والتوربينات بحوالي 8740 مترا مربعا. الغلاية وظيفته هو تبخير الماء، يعني يدخل الماء مغذي بمواصفات كيميائية خاصة. الماء هذا تنتجه مقطرات، المقطرات لها كمان مواصفات خاصة تماشي سائر متطلبات الغلاية. محطة الحسوة من 5 توربينات بقدرة إجمالية تبلغ 125 ميجاوات، وخمسة مولدات روسية الصنع قدرة كل واحد منها 25 ميجاوات في الساعة، ويدور التوربين بسرعة 3000 دورة في الدقيقة بفعل البخار الداخلي إليه. أما الغلايات عبارة عن وحدة إنتاج البخار، وتوجد في المحطة 6 غلايات بقدرة 160 طن في الساعة لكل غلاية، بدرجة حرارة بخار 540 درجة مئوية وقوة ضغط 90 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، بالإضافة إلى 3 وحدات تحلية للمياه. التوربين يدور بالبخار الذي يأتي من الغلاية. لما يدور التوربين، الروتر حق التوربين يدور يدور معه الروتر حق المولد، وبالتالي المولد هو الذي ينتج الطاقة الكهربائية. الماء يجي من المقطرات يجي لها ماء من البحر، الماء يأتي من البحر يدخل المقطرات، يعملوا عملية تبخير، البخار يخرج نقي، يتكتف البخار يروح للخزانات، الماء يرجع على الخزانات. بدأت المحطة نشاطها بتغذية محافظات عدن ولحج وأبيان فقط بالطاقة الكهربائية بالاشتراك مع محطتي الديزل في المنصورة وخرمكسر. وفي 23 من يونيو من العام 97 للميلاد تم ربطها بالشبكة الكهربائية لمحافظات تعز وصنعاء والحديدة ضمن منظومة الشبكة الوطنية للطاقة. عندما صممت كان من تصميم في تصميمها انه كل 25000 ساعه عمل لازم تخرجها صيانه. التصميم العام لكل الغلايه هو 100000 ساعه عمل، يعني هذه الغلايه مصممه على انها بتشتغل معك 100000 ساعه عمل، 100000 ساعه عمل تشغيلي فعلي. لكل 25000 ساعه عمل لازم تعمل له ستوب، تعمل له برنامج انسبكشن، يعني مفاقده اوليه، تروح شوف الانابيب في الغلايات، في برنامج محدد ايش تشوف في هذه 25000 ساعه عمل.
في مقاطع داخل الغلاية عبارة عن عينات عشوائية مركبة بين الأنابيب، من ضمن الأنابيب تأخذها بعد 25 ساعة عمل تشوف وضعية الأنابيب من الداخل كيف الماء، كيف الماء اشتغل، هل الماء اشتغل طبيعي، ما فيش تقرحات، ما فيش أي. بعد كذا تعاد هذه الأنابيب المقطعية، يعيدوا أنابيب جديدة ل 25 ساعة عمل قادمة. طبعا الصيانات في الغلايات من أهم الشروط لاستمرارية عملها. فالغليات عندنا سبب انه لا ما خضعش لهذه الصيانات. لدى المحطة الكهروحرارية ورشة مركزية تعد الأكبر في الجمهورية مساحة ومعدات، وتسهم بشكل كبير في تصنيع 45% من قطع الغيار حسب المواصفات الفنية لتغطية احتياجات المحطة، حيث يتم في الورشة أعمال صب البابات للبرنجات الخاصة بالتوربينات والمضخات الكبيرة، وهذا العمل كان يكلف المؤسسة مبالغ طائلة قبل وجود الورشة. مصابيح الكهرباء شموس تضيء ظلام الليل، وبمحافظتنا على محطات توليد الكهرباء نبقي هذه الشموس مشتعلة تمنح النور والسعادة. أحب الرسم واتخذه طريقا يسير عليه ويرى في الرسم سببا من أسباب السعادة، إنه الفنان والرسام علاء روبل، وجه المدينة لهذه الحلقة. علاء روبل فنان تشكيلي استهواه منذ الطفولة فن الجداريات، فقرر أهله إلحاقه بمعهد الفنون الجميلة في مدينة عدن، وفيه احترف الرسم والفن معا. كانوا أخواني كلهم يعني فنانين رسامين، بس أنا أكثر واحد حاولت أستمر بهذا الشيء. فاكتشفت يوم يعني كانت دائما تشجعني وتودينا دائما المشاركات الفنية هذه، وتخليني أدخل مع المشاركات اللي في تحصل في المدارس. ولما في الأعدادية برضو سووا مسابقة واستوت بين جميع المدارس اللي في عدن، وعملوا أفضل رسام دخل ما بين الثانوية وما بين الأعدادية. فأنا طلعت المركز الأول، رسمت رسم الأم والطفل. وبعدين اللجنة اللي عملت نحن قالت هذا لازم يروح معهد الفنون الجميلة. كانت بدايته الحقيقية مع مسرحية هس الكلام سر، ومن ثم بدأ في الرسم على الجدران، فترجم عبرها عن مشاعره وأحاسيسه بجدارية شكلت بالنسبة لكثيرين أعمالا فنية رائعة. أول ما بدأت رسم الجدار بدأت في مسرحية اسمها هس الكلام سر للمخرج أحمد اليافعي، وكان في عندي فكان في اقبال انه انا بطور للرسم الجرافيتي. بدات ارسم مبادرات وادخل مع عده مبادرات برسم الوجاه ورسم الجدران. شاركت بفعاليه البيت العدني الثقافي، كان اول معرض شخصي، وطبعا هذا المعرض خلال يومين رسمت 10 لوحات. كان شويه ضغط عندي لانه فاجئوني انه يوم الثلاث انه اليوم المعرض بيكون يوم الجمعه المعرض حقي. متأثراً بالثقافات الأخرى يحاول علاء الربط بين الشعوب ومعاناتها، ويحاول أن يبحر في عالم الألوان التي تعتمد على حالة المشاعر التي تنتابه من خلال الحزن أو الفرح وغيرها من الأحاسيس. تتزاحم المواهب عند علاء، فمن الرسم على الجداريات إلى عمل الميك أب والماسكات وتصميم الأزياء. وعلى الرغم من قلة الإمكانيات إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام طموحه نحو التميز. بدأت الميك أب، شفت أنه بدأ السينما بعدين ينهب، شفت أنه ما شاء الله المصورين والمخرجين بدأوا شوية يبدعوا، شفت عندهم أفكار حلوة جداً.
في عندهم افكار ما فيش منفذين انهم ينفذون مثلا مثل هذا الميك اب والاقنعه هذه. فكرت ان انا اعمل ده شيء بحكم ان انا فنان تسويني. اجت الفكره وانا في الشارع ديك الساعه، روحت البيت ثاني عملت بدات في فكره اليد. كانوا يضحكوا علي يعني ايش الهباله، يقولوا لي. لاقت كثير يعني كثير مشجعين ومؤيدين معي، وفي انتقادات وكذا بحكم ان ده شيء جديد. ففي البعض طبعا حذفنا من الفيس لما كنت انزل، فبدات كل يوم يعني انزل. طبعا الامكانيات اللي معي طبعا مش امكانيات الميك اب ابدا، ده شيء انا اخترعته من نفسي لانه الامكانيات اللي هنا مش موجوده ابدا. الانتقاد بدفتيه بالنسبة لعلاء روبل دافع نحو الإبداع، وليس ثمة ما يحول بينه وبين الفن الذي يحبه ويسعى جاهداً لإيصاله إلى الناس، غير أن الظروف السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد حالت بينه وبين ما يريد. الاهتمام والرعاية هو ما يحتاجه علاء روبل ليتمكن أكثر في المضي نحو عالمه الفني بما يمتلك من أحاسيس ورغبة جادة في جعل الحياة أجمل. طيب الأوقات يمضي سريعاً. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.